أهلا، السلام عليكم، حياكم في قناة تي في أنمور، معكم دانا. في هذا الفيديو راح أشارككم أهم المسلسلات القادمة لشهر مايو 2019. لا تنسون تذكرون لي في التعليقات إيش أكثر مسلسل أنتم متحمسين له وراح تتابعونه في هذا الشهر. قبل ما أبدأ أتمنى منكم تدعموني بضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وتشاركون هذا الفيديو مع أصحابكم، ولا تنسون تفعلون زر الجرس علشان توصلكم تنبيهات بجديدنا أول بأول. قناتنا منوعة فيها عن أفلام ومسلسلات، جيمز وأنمي. ما راح أطول عليكم، خلوني أبدأ. الموسم الثالث من مسلسل سنيكي بيت، مسلسل دراما وجريمة. قصة المسلسل عن رجل ينتحل شخصية رجل آخر كان معه خلال فترة سجنه علشان يتجنب حياته السابقة ويتجنب مطاردة أحد العصابات له. يستمر هذا الرجل بتقمص شخصية بيت حتى يلتقي بعائلة الرجل الحقيقية، وهذه العائلة ما عندها أدنى شك بهوية بيت الحقيقية. الموسم الثاني من مسلسل فلي باغ، مسلسل دراما كوميديا بريطاني عن امرأة بريطانية تحاول العيش بسلام في مدينة لندن والتعايش مع حادثة أليمة تعرضت لها مؤخرا. الموسم الثاني من مسلسل The Rain اللي يصور فيروس غريب ينتشر بين مجموعة من الناس من خلال الأمطار، ونشوف فيه محاولة مجموعة من المراهقين النجاة من هذا الفيروس. الموسم الأول من مسلسل Dead to Me، مسلسل كوميدي عن صداقة تنشأ بين امرأتين، واحدة منهم أرملة والأخرى تخفي سر كبير، فنشوف في المسلسل صداقتهم الغريبة والأحداث اللي تصير لهم. الموسم الرابع من مسلسل لوسيفر، مسلسل دراما جريمة وفانتازيا، المسلسل عن لورد أوف هيل اللي يقوم بالتنازل أو التنحي عن منصبه للانتقال والعيش في مدينة لوس أنجلوس، وبعد عدة أحداث متتالية يقوم بامتلاك ملهى ليلي ومن ثم التورط بجريمة قتل غامضة. مسلسل When They See Us، مسلسل درامي قصير عن مجموعة من المراهقين ذوي البشرة السمراء يلاقون نفسهم متهمين بجريمة اغتصاب مرتكبوها. المسلسل مبني عن أحداث حقيقية. مسلسل The Society، مسلسل درامي عن مجموعة من المراهقين يلاقون نفسهم انتقلوا إلى عالم موازي من عالمهم الحقيقي في ظروف غامضة. يحاولون هذول المراهقين أنهم يفهمون حقيقة اللي صار لهم، خصوصا أنهم انتقلوا بدون ما ينتقلون أفراد عائلتهم معهم. هذه كانت مجموعة بسيطة بأهم المسلسلات القادمة لشهر مايو. اذكروا لي في التعليقات إيش أكثر مسلسل أنتم متحمسين له. لو كان في مسلسل رح ينعرض في شهر مايو أنا ما ذكرته، ياليت أيضا تكتبون اسمه في التعليقات علشان الكل يستفيد. أتمنى تكونون استمتعتوا واستفدتوا بمشاهدة هذا الفيديو. كانت معكم دانا.